فالتنشن اللي عندي ده بيقول لي ان التنشن ده فانكشن في الايه اللي هي العرض اللي هنا ده، كل ما الايه ده يبقى صغير كل ما التنشن ده بيزيد، اللي هو لان ده مطروح هنا. ايه ده؟ لو صفر يبقى ده واحد، يبقى اكبر تنشن عندي هنا عباره عن سي على 4. فانا بقول للناس دايما لو عندي كونسنتريتد لود حط تسليح يشيل ربع القيمه دي ورايح دماغك. التسليح اللي عندك اللي هو موجود في السي جي بتاع التنشن اللي موجود عندي ده احنا عارفينه من قبل كده. دي مساله انا كنت بقول ممكن تيجي في الامتحان، هل ده احسن ولا ده احسن؟ الفرق بين لو عندي كونسنتريتد لود واحد او اثنين، يعني ده بي واحد وده بي دي، بي واحد على اثنين وده بي واحد، يعني لو هنا بي مقدارها 100 وهنا دي 50 و50، انهي افضل؟ اللي يجيب لي تنشن هنا اكبر ولا هنا؟ ده هيبقى احد اسئله الامتحان، بتعمله بالاستراتان تاي وتشوف الايه؟ التنشن انهي اكبر؟ طبعا التنشن هنا اقل كمسافه، فالحديد هنا بيبقى بتحتاج حديد اقل في معظم الاحيان. هنا اللود بيبقى كبير فبتحتاج التنشن ده تحتاج له انكر، فبتحتاج له تسليح عامل كده. فطول التسليح ده لو القيمه ثابته يبقى ده احسن. دي هتبقى الاجابه. طيب لو عندي موديل، الموديل ده فاكرين انتوا موضوع الباد موديل والجود موديل والبور موديل، فده هنا كده التنشن بتاعه اقل من ده، يبقى ده احسن من الموديل. الموديل ده افضل طبعا من الموديل ده لان ده فيه تنشن كبير. في الحاله دي برضك نفس الحكايه، التنشن هنا يا دوبك دايركت بس هنا، انما هنا الموديل بيقول لي ان التنشن ده ماشي كده وماشي كده، فالتنشن هنا وحش جدا فده أسوأ. الفكره دي واضحه هنا اكتر، يعني دي انا قعدت اشرحها في 3 دقائق قبل ما الموضوع يفصل. لو انا حطيت التسليح هنا ونسيت الجزء الوحيد التحتاني من الكاميرا، الكاميرا دي لازم السبورت اللود يتنقل هنا، فده شغال معايا، فشغال الجزء ده كانه عمود، ولكن ده الجزء ده هيحصل له ديفورميشن كبير وهيحصل له كراكنج كبير عقبال ما يوصل للشرخ ده للجزء اللي هنا ده اللي موجود فيه حديد التسليح. انما هنا لو انا استغليت الدبس كله بقى عندي التنشن موجود تحت وحطيت الحديد الرأسي ده او الحديد بتاعي مر كده بيجي جاي عندي كده، ده حديد وده الحديد اللي موجود عندي، لو انا حطيت الحديد بهذا الشكل هينتج عندي كراكنج اقل وديفورميشن اقل. ده الموديل ده طبعا افضل بكتير قوي من الموديل التاني. لو احنا عندنا 3 بوزيشن من يعني 3 اماكن لفتحه وعايزين نقول والله الفتحه بتاعتي احطها فين؟ هل احطها هنا ولا احطها هنا ولا احطها هنا؟ على حسب اللود اللي موجود عندي اللي موجود، يعني ايه؟ او خلينا نقول كل واحد من دول موضوع النان لينير بتاع الخرسانه هنعدي النقطه دي لان ده صعب شويه بالنسبه لنا. الجزء اللي هنا ده بيقول لي ان انا لو عندي شكل كده دابد اند كده شكل الموديل عامل ازاي؟ فانا بقول للناس ان ممكن يكون شكل الموديل باحد الاشكال اللي موجوده قدامي، يا اما يبقى كده يا اما يبقى كده يا اما يبقى كده يا اما يبقى كده. أو أنا بقول للناس الفاينل اللي هو الموديل ده زائد الموديل ده مجموع الاثنين دول هو أحسن حاجة. سواء الموديل ده أو الموديل ده بنقول للناس خلينا نقول إيه يعني الموديل ده والموديل ده تقريبا هم في فيرتيكال تايز هنا مش موجودة الفيرتيكال تايز، تمام؟ فأنا رأيي الشخصي لو أنا هتخير بين المودلز أيهما مودلز، أنا بقول واحد من الثلاثة دول مش غلط زائد المودل ده، أي واحد من الثلاثة دول أدق واحد فيهم هو ده. ده أدق واحد اللي فيه تنشن كده وتنشن كده وفيه فيرتيكال طاي عندي هنا، لكن الاثنين التانيين برضك مش غلط. الاثنين دول يتجمعوا على المودل ده يدوني نقل الحمل اللي موجودة عندي، يعني أنا بحتاج الحديد بتاعي يبقى ماشي كده في نهاية التسليح هيبقى كده وهيبقى كده وهيبقى فيه هنا برضه الكنات كده وهيبقى فيه حديد على الدياجونال كده. فالموديل بتاعي ده اللي ينتج عنه تسليح بهذا الشكل اللي هو ده زائد ده. انا قلت الاول ده وده مش مظبوط، انا قلت ايه؟ الموديل ده وده ده وده
هل انتوا سامعيني ولا انا بكلم نفسي برضه؟ لا سامعيني يا دكتور. تمام سامعينك يا دكتور. تمام. الموديل ده احنا اتكلمنا فيه قبل كده، الموديل ده برضه اتكلمنا فيه قبل كده، الدي 5 والدي ودي 1 دول اتكلمنا فيهم قبل كده. موديل الكابولي، الموديل ده برضك من المودلز المهمه جدا، برضك هتلاقيه موجود في الامتحان. ان انا لو عندي كابولي كده فالتنشن بيمشي كده وينزل تحت هنا، او يمشي كده لفوق، يعني ممكن يبقى في فيكسيشن هنا او فيكسيشن تحت. يعني ايه؟ يعني يا جماعه اللود اللي عندي ده يسبب مومنت عامل كده، والمومنت ده يبقى كده او كده، المفروض موازي. يعني المومنت ده نصه يبقى هنا، يعني ده ام 2 ام على 2 هنا وام على 2 هنا، ويبقى ده فيكسد فوق وفيكسد تحت. فالبيندنج مومنت هنا بره، يبقى التنشن فين؟ التنشن بره اهو، تنشن بره اهو. هنا البيندنج مومنت جوه، يبقى التنشن جوه، يبقى ادي التنشن اهو اللي موجوده عندي. يبقى انا عندي مره التنشن هنا جوه، ومره التنشن فين؟ مره التنشن موجوده عندي بره. عشان كده انا بقول للناس ان الموديل ده عباره عن مجموع الموديل ده اللي موجود عندي، زائد الموديل اللي هو العادي خالص اللي هو نازل لتحت عندي هنا. خلاص؟ طيب موضوع ال برضك ده كونسنتريشن دول هو متعلق فوق بس، هينتج عندي التنشن ويلف عندي بهذا الشكل. احتاج كنات ازاي؟ كنات على الدياجونال كده، والكنات دي انا باخدها احللها راسي وافقي، فبحط لها حديد افقي وحديد راسي، وهنا نفس الحكايه. طيب لو عندي اوبننج، عندي انا ده بسميه ايه؟ فريم كورنر. لو عليه مومنت كده انا بسميه اوبننج مومنت، يبقى عليه دياجونال هنا كده، فبحط له تسليح على المايل كده، زائد ان ايه؟ ان انا عندي التسليح الافقي اللي هنا، زائد التسليح الراسي اللي عندي هنا. يبقى ده نتيجه الاوبننج مومنت اللي موجود عندي. طيب لو المومنت ده الاوبننج مومنت ده موجود في كمره متغيره الايه؟ المناسيب، هيلاقي هيولد عندي برضك تنشن كده زي ما بقول، ودياجونال برضك تنشن عندي كده. فعندي دياجونال برضك تنشن هنا، وعندي فيرتيكال، وعندي برضك هوريزونتال. الهوريزونتال اللي عندي زي ايه؟ الوصله دي تقريبا قريبه قوي من الوصله دي. تسليحها اهو، تسليح الحديد بتاعي اللي انا حاطه اهو، دي شويه كنات فان بشكل فان، بحط لها منبر هنا واحطها توزيع، وبعدين بحط كنات كده، بحط الحديد الراسي هنا، الحديد الافقي قصدي، والحديد هنا الراسي، وهنا نفس الحكايه الحديد اللي على الدياجونال ده. ده كله بيعبر عن ايه؟ التسليح بتاعي اللي موجود قدامي بيعبر عن الاستراتن تاي اللي موجود عندي. من غير الاستراتن تاي ما تعرفش تحل الجوينتس دي، تقعد تالف وايه وما تعرفش تحلها. دي برضك حاجه من الحاجات اللي ممكن تبقى موجوده، من الاشكال اللي موجوده تبقى موجوده في الامتحان. طيب موضوع الفاريبل بقى، ان في اختلافات في الاستراتن تايم، ممكن يبقى الاستراتن تايم يبقى عندي كل واحد يعمل موديل، والموديل ده ممكن يكون مختلف عن الثاني. ده موضوع يعني ايه موجود، بالاضافه الى ان انا ممكن استنتج الموديل من ان انا احل الكلام ده بطريقه الفاينايت اليمنت، ومن الفاينايت اليمنت اوصل للستريس تراجكتريز، يعني ده كومبريشن كده وده كومبريشن كده، يبقى انا اعرف ان انا تقريبا محتاج هنا كومبريشن، الكورنر ده فيه كومبريشن، الجزء اللي عندي ده تحت كله تنشن، يبقى انا لازم احط هنا ايه؟ طيات عندي. يبقى انا من الاستراتيجي من الفاينايت اليمنت، الحل بتاع الفاينايت اليمنت على الالاستيك سيري، ممكن اوصل لهذا الايه؟ الموديل المعقد اللي موجود عندي. مش مطلوب منك تحفظه، ولكن انا بديك شكل، مجرد شكل الموجود اللي الايه؟ ازاي بستنتج الموديل اللي موجود عندي. دي مساله برضك، المساله دي هي نفسها المسألة اللي قبلها دي اللي بيعبر عنها هذا الموديل. المحاضرة دي أنا هنزلها لكم كاملة زي ما هي كده، هتنزل لكم على الـ LMS، وهنخليهم في السكاشن يشرحوا لكم إن شاء الله الأسبوع اللي جاي، يشرحوا لكم موضوع النود وتصميم النود، ويدوكم إكزامبل على هذا الموضوع.
عشان برضك يبقى الموضوع واضح. في حد عنده أسئلة؟ دكتور لو سمحت عندي سؤال. لما باجي عندي فيرتيكال تاي والمفروض احط بداله كانات، فاوزع الكانات على عرض قد ايه؟ يعني عرض التاي بالنسبه لي يبقى ايه اللي اوزع عليه الكانات؟ هو انا بقول للناس العرض اللي انا اوزع عليه كان على حسب التاي، المسافه بينه وبين التاي اللي بعديه. يعني لو في مسافه بينه وبين التاي معروفه اوريدي اللي هي زد كوت سيتا مثلا، زد هي مثلا 70% من الاتش من التي بتاع الكاميرا، يبقى دي زد. زد كوت سيتا خدت سيتا 45، يبقى زد كوت سيتا بتساوي ايه؟ 70 سنتي. يبقى وزع الحديد في ال 70 سنتي دول. يعني مثلا لو انا عندي مثلا سلندر بيم، ممكن نص الباكة اليمين ونص الشمال مثلا اوزع عليها الكنات؟ لا، انت غالبا يعني الكنه بتتوزع على حسب عرض الطاي اللي هو مؤثر فيه. ده بيبقى باين من الكود اللي عندك، بيبقى باين اوريدي. تمام. يعني الطاي مؤثر منين لمنين؟ الطاي بتاعك، يبقى هو ده اللي هحط فيه الكنات. يعني خليني اقول لك عشان بس ايه، معلش ان اوضح لك قصدي. انت شايف كده اللي انا بعمله ولا اوكي؟ بص، لو انا جيت لي مساله زي دي، المسافه هنا اللي باثر عليها هي المسافه من واحد للتاني. يعني الطاي ده هحسب فيه الفرصه، هحطها منين؟ من السي جي بتاع ده للي بعديه، وبتاع ده من السي جي ده للسي جي اللي بعديه. طيب انما مساله زي دي برضك هنا نفس الحكايه، الطاي دي من ده للي بعديه، هنا واضحه المسافات واضحه. انما هنا الطاي فورس دي طلعت لي هنا طاي، اوزعها قد ايه؟ فين بوزعها؟ بحيث ان تكون السي جي هنا عندي، ده تسليح بيندنج، فبحط بحط الحديد بتاعي ورا بعضه، يعني ايه؟ على حسب ما يطلع عندي، بحيث ان السي جي بتاعي يكون هنا. طيب هنا التنشن هنا على المايل بحطه ازاي؟ والله انا باخد الكومبوننت الراسي والافقي، لان انا ما بسلحش ده على المايل، بسلحه راسي وافقي، وبحسب الكومبوننت الراسي والافقي، واحسب ده متوزع منين؟ من السي جي ده للسي جي اللي بعديه، وهنا من هنا للي بعديه. يعني بحطه فين؟ بحطه من السي جي بتاع ده للسي جي اللي بعديه. فاهم قصدي ايه؟ هو صح، مش فاهمها قوي. من سي جي الطاي للطاي اللي الاريا اللي هو شايلها. انت اسمك ايه؟ عبد الله. يا عبدو، انا دلوقتي عندي المسافه من هنا لهنا، مش دي بانل؟ ولا مش شايف اللي انا بوريه ولا ايه؟ مش فاهم. بين الاثنين تايز، يعني المسافه هي دي بتاع ده اللي بحطه هنا بس. تمام. موضوع بسيط يعني. طيب معلش يا دكتور، الديتيلز بتاعت مثلا لو عندي حاجه مايل، حضرتك قلت لي مش هحط تسليح مايل مثلا، فالديتيلز بتاعتها لو طلب مني اليفيشن او كده اتصرف فيها ازاي؟ بحسب تي كوزاين وساين واحط تسليح بتاعها راسي وافقي، كان كل واحد في اتجاه. تمام. طيب اوكي كده الدنيا واضحه. هبعت لكم المحاضره دي، خلي المهندس احمد يحطها لكم على ال ام اس، وعايزين نحط شويه اكزامبلز بقى، خليهم في السكشن يدوكم شويه اكزامبلز، عشان عايزين نعمل الاسبوع اللي جاي، اللي جاي اللي هو مش يعني ايه، مش الاسبوع اللي جاي ده، اللي بعديه اخر اسبوع، عايزين نعمل كويز بقى. انتوا بتروحوا الكليه؟ يا دكتور لسه بنروح. لسه بتروح. واحنا خلاص كده دكتور المنهج ولا لسه فيه؟ لا هو مجرد اكزامبلز، يعني مجرد اكزامبلز وال يعني ومزيد من الايه، مزيد من الاكزامبلز يعني ليكم. تمام. انا هنزل لكم اكزامبلز واخليهم في السكاشن يشرحوا لكم اكتر. هو المفروض ان احنا اخر اسبوع لنا في نزول الكليه هيبقى الاسبوع الجاي، يعني الاسبوع اللي بعده مش هيبقى فيه نزول. الاسبوع اللي قبل هيبقى اللي قبل الامتحانات على طول.
لا ده انا فاهمه مش كده، ده انا فاهمه ان الاسبوع اللي بعديه سبت وحد واثنين فيه. نتاكد بقى، نتاكد من الموضوع ده يعني، نتاكد لو الاسبوع الجاي اخر اسبوع نحاول بقى نعمل لكم كويز نهايه الاسبوع، يعني تحضروا السكاشن عادي الاسبوع الجاي ويشرحوا لكم كده، ويبقى في نهايه الاسبوع نحاول نعمل امتحان بقى او نعمله اونلاين ولا نشوف هنعمله ازاي. هيقولوا لكم في السكاشن يعني. في حد عنده اسئله؟ الو، طيب الدنيا واضحه كده خلاص؟ تمام يا دكتور، ماشي يا جماعه، اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. شكرا.